رح نروح إلى اتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية، واليوم معنا الأستاذ محمد كنج. صباح الخير، نوري، هلا. كيفك بهالشوب؟ بونجور. بونجور. هالشوب مستمر. الحمد موجات لله. الحرارة والموجات الحارة وموجات الحشرات معه. ايه، هو هي احلى شيء، هيدي التركيبة، الخلطة هي اجمل شيء بالموضوع، هي شوب بالفعل وكورونا وقاعدة 23. بالبيت، ايه، وفوقهم حشرات. واو، عن جد سنة ال 2020 كل شهر له مميزات. خير دنيا له. الله يسرنا من شهر 12، إذا بعدنا بشهر 5 وهيك. إن شاء الله نوصل له. ما هيك. إذا كافيين هيك. هلا معدلات الحرارة الأيار بتوصل يمكن 27 ماكسيموم 28، عم توصل يمكن لل 36 و37 خاصة صحيح. لليوم وبكرة، ورح تستمر مثل ما قلتوا يمكن لجمعة الجاي. صحيح. حنبلش بوضع الحالة العامة. عندنا كتل هوائية حارة وجافة نعم. مصدرها شبه الجزيرة العربية ومصر، عم تسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، وهيدي الكتل حتضلها مستمرة لنهار السبت، يعني للسبت الجاي ل 23 ايار. درجات حرارة فوق معدلات الموسمية بحدود بين 8 وال10 درجات. عم نشوفها ممتدة عم كتير نشوف، على مناطق صحيح، واسعة يعني. يعني حتى عم تلحق موجة الحر، عم تلحق اليونان وتركيا وليبيا، يعني كل هيدي الزون الحمراء عم تتأثر بهالكتل الحارة. يعني حتى باليونان وتركيا عم توصل درجات الحرارة لحدود ال 40 درجة، 38 درجة. والمشكلة عندنا كمان بلبنان، انه بين الاحد والثلاثة الحرارة الدنيا اللي هي بالليل حتكون بحدود 23 درجة، يعني حتى المناطق الجبلية بحدود 22 درجة. هيدي بتشكل ارهاق على الاجسام، خاصة الاجسام من الناس اللي بتتأثر بالحرارة مثل الكبار بالعمر. نعم. هون بدنا نلفت لهم نظرهم انه الناس تشرب مي وتشرب سوائل، خاصة انه احنا كمان بشهر رمضان نعم. ممكن يتأثروا خلال النهار وبنيتهم يعني تبطل تتعب، وحتى يعني نعبر بهالموجة الحر ان شاء الله على سلامة تكون. ان شاء الله. بالنسبة لطقس اليوم، صافي اجمال عن استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، نسبة رطوبة منخفضة، عندنا رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر. وهون بدي احذر كمان من خطر حرايق. الحرايق، يعني الحرايق امبارح شفنا حرايق، كل ما قربنا بموجة الحر الريسك تعول الحرائق حيزيد، خاصة انه اليوم في بشكل رياح زيادة. ناشطة. صحيح. وبكره الرياح حتكون اكثر ناشطة. وهون اذا بدنا نشوف بالجراف الثاني باللون الموف، هذا اللون قليل ما نشوفه، اللون الموف عبارة عن الحرارة بين 36 و40 درجة، نعم. يعني هيدي ارقام كثير كبيرة. بالعادي قليل ما نتعرض بمنطقتنا لموجة حر بتدوم تقريبا بحدود 8 ايام، وموجة الحر بشهر ايار تكون. الاحد بكره حيكون صافي، درجات حرارة مرتفعة، نسبة رطوبة منخفضة، رياح ناشطة، كمان في شوية غبار خاصة بالجنوب. وخطر اندلاع الحرائق حيزيد، خاصة انه بكره الرياح حتكون ناشطة اكثر والرطوبة اوطى. يعني هعطي مثل، بالعادة باليوم من الصبح بتكون الحرارة 18، اليوم هي 23، نعم. الرطوبة هلا 40 ببيروت، يعني تقريبا ناشف. منخفضة. صحيح، ناشف الطقس. والتنانة مكفية هالجو الحار، ودرجات الحرارة كمان فوق معدلاتها بحدود 8 درجات ل 9 درجات على الساحل، ورطوبة منخفضة. كمان عم نشوف النهار التنين الموف الفاتح، يعني عم نشوف الوان هذه الفاتحة فوق ال 40، نعم. صوب مصر، صوب الداخل، صوب الأردن، حتى صوب سوريا داخل السوق، حتى باليونان عم نشوف هالبقعة البيضة ممكن توصل لحدود ال 40 أو تتجاوز ال 40 درجة. ممكن تنحسر يعني قريبا هيدي الموجة الحارة؟ شي جماعة. البيك تعول الموجة الحارة صراحة هو بين صباح بكرة لصباح نهار الثلاثة، هو 3 أيام هن البيك. درجات الحرارة بالليل عم حتكون عالية، الناس حتتعب، يعني حيشغلوا المكيفات، حيحسوا انه في شوب، يعني نعم. حتى الجبال ما عم تسلم، بالجبال عم توصل الحرارة على 1000 متر لل 35 درجة، 34 درجة، بالبقاع ممكن توصل لل 40، وعلى الساحل بين 36 37 وممكن 38 درجة حتى على الساحل. والانحسار حيكون لنهار الجمعة، تبلش تكسر شوي السبت تنشعر فيه ب 23 شهر، يعني لمدة أسبوع مرهقة حتكون موجة الحر. الحمد لله. صبرك يا أيوب. هلا
هلا اليوم طلعنا لنا حشرات، بكره ما بنعرف شو بيطلع. بالنسبه للساحل درجات الحراره اليوم بين 22 درجه و36 درجه. نعم. جبال من 21 درجة ل 33 درجة، والمناطق الداخلية عم نحكي عن البقاع تحديدا بين 18 و 38 39 درجة، الأرعون ممكن بحدود 39 توصل. نعم. زحلة بين 37 و 38 درجة. هيدا كل شيء؟ هيدا فينا نقول كل شيء، حتى حرارة سطح المية ارتفعت صار 22 درجة، ارتفعت درجة خلال يومين، هو رقم يعني بالعادة تكتسبه بدها تقريبا 10 أيام 15 يوم. نعم. هي بالنهارين اكتسبت. هلا إذا ما ناخذ الناحية الإيجابية، انخفاض بالرطوبة بتخف يمكن من انتشار الكورونا. يعني مثل سشوار. لنقول شيء بوزيتيف يعني. إن شاء الله. شكرا لك، صيام مبارك ورمضان كريم. لا وانتبعين أيضا بهذه الفقرة مع نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. صباح الخير أستاذ نبيل.